خلونا نروح دلوقتي نتابع مع حضراتكم رسائل الجماهير للنادي الأهلي قبل مواجهات ومباريات رمضان. تفضل. تعشم في ربنا خير، والنادي ان شاء الله يعني دايما للامام باذن الله يعني. ومهما كانت المباريات في الصيام، انا عارف انتوا يعني مش جديد عليكم الموضوع ده، وانتوا قدها طبعا يعني. بتمنى من الله سبحانه وتعالى انه يوفقكم وتعملوا مجهود اكتر، بحيث ان يكون دايما النجاح حليفكم في كل وقت وفي كل مكان. ادائنا في رمضان ان شاء الله يبقى زي الايام العاديه وافضل، وبطلب منهم ان هم يحافظوا على صيامهم، والصيام ان شاء الله مش هيكون عائق في بذل الجهد واحراز الفوز ان شاء الله. عايزين نفرح معاكم في رمضان وفي العيد بالفوز بالبطوله، بالمباريات اللي انتوا هتأدوها، وانتم دايما مفرحينا وعاوزين دايما نشوفكم في احسن حال. هم متعودين على كل الاجواء، سواء في شهر رمضان او قبل او بعد شهر رمضان، فتمنياتي ليهم بالتوفيق في كل الظروف، لاننا احنا متعودين على الاداء القوي من الفرقه، وان شاء الله يقدم مباريات كبيره وقويه ان شاء الله. ان شاء الله طبعا النادي الاهلي عنده ماتشات كتير في شهر رمضان. طبعا شهر رمضان عمره ما كان بيأثر على الاداء، بالعكس ده بيبقى فيه رجول اكتر والروح والحماس، وبنتمنى من رجاله النادي الاهلي ان هم ان شاء الله يحققوا البطولات، ان شاء الله نفوز في ماتش السوبر الافريقي، وان شاء الله نفوز في ماتش الكاس. طبعا مطلوب المكسب ان شاء الله، انما المطلوب الروح الرياضيه الحلوه والاصاله والمبادئ بتاعه النادي الاهلي تبان في مبارياتهم ان شاء الله باذن الله، ويسعدونا باذن الله في الايام الجايه ان شاء الله، وخصوصا في ايام رمضان الجميله. عايزينكم كده تفرحونا في رمضان ان شاء الله، وربنا يوفقكم ان شاء الله. ربنا يوفقكم، شهر كريم، وبذلوا مجهود كويس عشان خاطر نبسط واحنا بنتفرج عليكم. انتوا دايما بتفرحونا في رمضان وفي غير رمضان، واحنا متوقعين دايما المراكز الاولى في كل الالعاب وفي كل المجالات.